مستمرين متواصلين معكم وتتعدد التخصصات والبرامج التعليمية والبحثية التي تقدمها جامعة الشارقة. واليوم يسعدنا الحديث عن دراسة الدكتوراه في اللغويات والترجمة التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الشارقة. ونرحب معا بالدكتورة سناء بن مسعود وهي أستاذ مساعد بقسم اللغات الأجنبية. وكذلك نرحب معكم بالطالبة ندى محمد الحمادي وهي طالبة الدكتوراه في اللغويات والترجمة. يا هلا ويا مرحبا بكم، يسعد صباحكم. مرحبا، أهلين، صباح حياكم الله. الله يسلمك. قبل ما نتكلم عن هذا التخصص المميز في الحقيقة، الترجمة واللغويات، هذا التخصص التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الشارقة، نتحدث ندى في البداية عن دراسة الماجستير والبكالوريوس. بنبتدي بالبكالوريوس في البداية. الله يسلمك. بداية حبيت أشكركم على حسن الاستضافة، وقبل ما أجيب على سؤالك الأكثر من رائع، حبيت أتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات لوالدي وسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لإتمامه 50 عام من حكم إمارة الشارقة الذي نعمنا خلالها بالأمن والأمان والسعادة. كما أتقدم بآيات أسماء آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ سلطان الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي رئيس الجامعة، ومتمنية له طبعا المزيد من التوفيق والنجاح. نعم. الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي دائما يولي اهتمام كبير. نعم. باهتمامه بالمجتمع. نعم. وكذلك الارتقاء بما تقدمه اليوم جامعة الشارقة للمنتسبين من الطالبة والطالبات. نعم. فيما يتعلق بالسؤال الذي تفضلتي بطرحه، بداية منذ تخرجي من المرحلة الثانوية وضعت نصب عيني هدف تمثل بأن ألتحق بجامعة الشارقة وأن أكون من خريجاتها المتميزات، وكنت آمل أني ألتحق بتخصص ينمي طموحاتي وإبداعاتي وفي نفس الوقت يساعدني على أني أخدم وطني وأخدم مجتمعي. فكانت طبعا جامعة الشارقة اختياري ولا زالت اختياري الأول، وتخصص اللغة الإنجليزية والآداب كان تخصصي في البكالوريوس. خلال مرحلة البكالوريوس طبعا درسنا اللغة الإنجليزية وآدابها بشكل عام، اخترت مسار اللغويات والترجمة، وخلال طبعا ال4 سنوات التي قضيتها مع أساتذتي الكرام واللامعين في المجال اكتسبت العديد من المعارف والمفاهيم المتعلقة بعلم اللغة بالإضافة إلى الترجمة في ميادينها المختلفة. طبعا فور انتهائي من درجة البكالوريوس ولله الحمد بعد توفيق من الله سبحانه وتعالى، بتشجيع من أهلي ودعم من أساتذتي الكرام، قررت أن لا أكتفي بدراسة البكالوريوس وانطلقت منها مباشرة إلى دراسة الماجستير في الترجمة، وانضممت مجددا إلى يعني وطني الثاني، عالمي الثاني، جامعة الشارقة، ودرست الماجستير في الترجمة. فيما يتعلق طبعا بتخصص الماجستير في الترجمة كانت المعرفة بشكل أغزر وأعمق. نعم. اكتشفنا وتعلمنا كيف تطورت الترجمة بشكل عام من كونها مرتبطة باللغة واللغويات لتكون علم مستقل بحد ذاته له نظرياته وعلمائه وشخصياته الهامة. نعم. دكتورة سناء، نتحدث أكثر عن هذا التخصص اللغويات والترجمة. أولاً أشكرك على استضافتنا اليوم لتعريف ببرنامج الدكتوراه في اللغويات والترجمة الذي طرحته جامعة الشارقة منذ حوالي سنة ونصف. لكن قبل ذلك أود التذكير بأهمية الترجمة، فهي أداة للتواصل بين الأفراد والمؤسسات والشركات، وخاصة في عصر العولمة هذا الذي أصبحت فيه اقتصادات الدول وسياساتها أيضاً مرتبطة ببعضها البعض، والشركات عابرة للقارات والأسواق، والبشر في حركة دائمة ومتزايدة، وكل ذلك طبعا يعني تنامي الحاجة للترجمة في كافة المجالات وبشكل غير مسبوق. ولكن الترجمة هي أيضا، وربما هذا هو الأهم، أداة للبناء الحضاري ولمد الجسور بين ثقافات وشعوب، بل وفي أحيان كثيرة تستعمل كأداة لتصدير المبادئ والقيم ولتصحيح الصور النمطية عن الذات أحيانا. ولعل العديد منا لازال يتذكر تقرير التنمية في العالم العربي الذي صدر في مطلع هذه الألفية عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي دعا فيه معدوه بلهجة شديدة إلى تكثيف جهود الترجمة في العالم العربي للنهوض به، وذلك وعيا منهم بهذه الأهمية التي تكتسيها الترجمة.
وذات الوعي نجده حاضرا بقوة لدى القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يتجسد في رعاية حركة الترجمة من خلال عدد من المبادرات القيمة، مثال مشروع كلمة للترجمة وصندوق منحة الترجمة التابع لمعرض الشارقة الدولي للكتاب. وهذا هو بالضبط السياق الذي طرحت فيه جامعة الشارقة برنامج الدكتوراه في اللغويات والترجمة، وذلك سعيا منها لتلبية حاجة المجتمع المحلي والمنطقة ككل من خبراء وأكاديميين وباحثين لديهم من المعارف ومن المهارات ما يمكنهم من الانخراط في هذا المشروع الحضاري، ويمكنهم للالتحاق بالجامعات والمؤسسات البحثية أو العمل في مجال الخدمات اللغوية. ولعل ما يزيد من قيمة هذا البرنامج أنه هو الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو بذلك ينضاف إلى عدد كبير من برامج الدراسات العليا في الجامعة في شتى التخصصات، والتي تصل إلى 41 برنامج ماجستير و15 برنامج دكتوراه. وقد خصص وفقا لأحدث المعايير صمم وفقا لأحدث المعايير المعمول بها في الجامعات الدولية، ويتوزع بين مساقات منها ما هو إجباري وما هو اختياري، وامتحان الكفاءة المعرفية، وطبعا رسالة الدكتورة. نعم، ما نتحدث عن هذه التفاصيل. ما شاء الله ندى، الدكتورة سناء ذكرت يعني نقاط مهمة. أهمية الترجمة وفوائدها بالنسبة للشعوب والحضارات والمجتمع، وكذلك تحدثت عن يعني وركزت كذلك على أهمية هذا البرنامج في جامعة الشارقة. ليش اخترتي ندى هذا التخصص بالتحديد، وما الذي يميز دراسة هذا التخصص عن بقية التخصصات الأخرى؟ طبعا فيما يتعلق بقراري اختيار هذا التخصص، طبعا ما يميز تخصصي الحالي واللغويات والترجمة هو الدمج ما بين علم اللغة والترجمة، وخلال هذا التخصص لعل ما يتفرد به هذا التخصص هو الدمج ما بين اللغة وكيف استخدمها الإنسان كأداة ليست للتواصل فحسب، بل للحفظ الموروث الثقافي والإنساني والتواصل مع الشعوب وفهم الآخر. بالإضافة لذلك، من أبرز المميزات التي أستشعرها كطالبة في هذا التخصص هو أن هذا التخصص يساعدني على تحدي ذاتي، يساعدني على مواكبة الجديد والمتطور في هذا العصر، كما يساعدني كطالبة على شحذ مهاراتي، ولا سيما تلك المتعلقة بالتفكير المنطقي والتفكير الناقد والتحليل وفن الحوار مع الآخر وفن الاستجابة للآخرين بوجهات نظر مدعومة بالدلائل. جميل جميل ندى. دكتورة، تحدث عن شروط القبول في هذا البرنامج بالتحديد. طبعا هناك شرطان أساسيان. الشرط الأول هو أن على الطالب أو الطالبة المتقدمة أن تكون حاصلة على شهادة الماجستير، يا إما في تخصص الترجمة أو الأدب أو اللغة الإنجليزية وأدابها، أو أي تخصص آخر قريب. شريطة أن تكون الشهادة من جامعة معترف بها وبمعدل تراكمي لا يقل عن 3/4. الشرط الثاني طبعا هو التمكن من اللغة الإنجليزية والكفاءة فيها، فعلى المتقدم أن يحصل على الأقل على 550 درجة في امتحان التوفل أو 6 على الأقل في امتحان الآيلتس. نعم ندى، دكتورة سناء في بداية حديثها ذكرت أن هناك مساقات إجبارية وأخرى اختيارية، صحيح؟ نعم. ما هي أبرز المساقات اللي تدرسينها في هذا التخصص؟ حاليا أنا في السنة الثانية من البرنامج، والبرنامج منقسم إلى مجموعة من المساقات التي مثل ما تفضلت الدكتورة وقالت منها الإلزامي ومنها الاختياري. حاليا أنهيت يعني مجموعة من المساقات واستمتعت جدا بدراستها، لعل من أبرزها طبعا التكنولوجيا والترجمة، اتجاهات حديثة معاصرة في الترجمة مع الدكتورة، بالإضافة إلى تحليل النصوص الناقد وعلم النصوص. هذا طبعا بالإضافة للمساق اللي حاليا أدرسه اللي هو علم الدلالة. طبعا فيما يتعلق بالمساقات، خذنا العديد من المساقات الاختيارية من مثلها ندوة في الترجمة ومناهج البحث العلمي. كطالبة أنهت المتطلبات، يعني تكاد تنهي خلنا نقول المتطلبات الإلزامية والاختيارية للبرنامج
البرنامج شعرت بأن هذه المساقات بشكل عام منحتني ليس فقط الجانب النظري من العلم والترجمة كميدان وكمجال، بل أثرت بالإضافة إلى ذلك الجانب العملي، إذ تعرفت على العديد من التطورات والتكنولوجيا والتمست كيفية تطور الترجمة كونها كانت سابقا رديفة لعلم اللغة واستقلت فيما بعد ذلك لتكون ميدان وما يعرف أيضا ليست فقط بعلم بل بفن أيضا. ما شاء الله. دكتورة سناء، نتحدث عن عدد الساعات المقررة في برنامج الدكتورة في اللغويات والترجمة. هي في المجموع 45 ساعة معتمدة، 12 منها للمتطلبات الإجبارية و9 للمتطلبات الاختيارية، وال24 ساعة المتبقية لرسالة الدكتوراه، وبإمكان الطلبة إتمام هذه الساعات في مدة أدناها 3 سنوات وأقصاها 5 سنوات. نعم. ندى، ما شاء الله جامعة الشارقة يعني تقدم تسهيلات كثيرة للطلاب والطالبات المنتسبين في الجامعة في الحقيقة، وكذلك يعني تولي اهتمام كبير بالبحث العلمي. نتحدث عن هذا الجانب وهذا الدعم اللي تقدمه جامعة الشارقة اليوم للطلاب. طبعا فيما يتعلق بجانب البحث العلمي لا يخفى علينا وعلى المشاهدين أن من متطلبات التخرج نشر الطالب لبحثين علميين قبيل مناقشة الرسالة لاستكمال متطلبات التخرج. طبعا فيما يتعلق بالدعم العلمي الذي أحصل عليه وحصلت عليه كطالبة في البرنامج، سأحاول أن أقتضب حديثي لأن كلمات اللغة كافة يعني لا توفي أساتذتي الكرام يعني الحب والتقدير الذي أكنه لهم فيما يتعلق بالدعم الذي أولونيه. فيما يتعلق طبعا بنشر الأبحاث العلمية، أساتذتنا يقدمون لنا الدعم يعني منذ كتابة الكلمة الأولى في مقدمة البحث، ويواكبون مسيرتنا خطوة بخطوة حتى يتم نشر البحث العلمي وتدويج جهودنا. فأنا كطالبة دكتوراه أرى نفسي أكثر من محظوظة لأن أكون منضمة لهذا القسم وأنتهل العلم والمعرفة من أساتذة لامعين في هذا المجال. الحمد لله. كذلك جامعة الشارقة دكتورة سناء توظف أحدث التقنيات الحديثة والتكنولوجيا، نتحدث عن هذا الجانب ومدى يعني اهتمام اليوم هذا التخصص بتوظيف مثل هذه التقنيات للطلاب. فقط أود أن أضيف على ما تفضلت الأستاذة ندى بقوله الآن أن حسب آخر التصنيفات ومن بينها تصنيف Times Higher Education المرموق، فإن جامعة الشارقة وبفضل رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي تقدمت كثيرا في مركزها على مستوى العالم، فأصبحت الآن واحدة من أفضل 440 جامعة في العالم وواحدة من أفضل 15 جامعة في العالم العربي، وطبعا واحدة من أفضل 3 جامعات في الدولة. وكل ذلك أو مما ساهم في هذا النجاح هو توفير الجامعة لكل الموارد الضرورية للطلبة فيما يخص التعلم والبحث العلمي. فيما يخص برنامج الدكتوراه في اللغويات والترجمة على وجه التحديد، يتلقى الطلبة تدريبا مكثفا في استعمال أبرز تقنيات اللغويات والترجمة، مثال نظام جوجل للترجمة الآلية، سكتش انجين للذخائر المتوازية، وبرنامج ذاكرة الترجمة تريدوس على سبيل المثال. كما أن مكتبة الجامعة تزخر حقيقة بكم هائل من المراجع كتب ومجلات علمية متخصصة تساعد الطلبة على تعميق معارفهم في مجالي اللغويات والترجمة وعلى صقل مهاراتهم في البحث العلمي. نعم. شعورك ندى أنت كطالبة في جامعة الشارقة وتواكبين هذا التطور الكبير في العالم؟ طبعا كطالبة منتسبة لجامعة الشارقة كنت في البكالوريوس والماجستير ولا زلت متممة المسيرة في درجة الدكتوراه. مشاعري يمكن أن ألخصها بمشاعر الفخر والاعتزاز كوني منحت فرصة جديدة لأنضم لهذا الصرح العلمي الرائع الذي لم يتوانى والدي وسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ببذل أي مجهود أو أي موارد لتعزيز مكانة الجامعة و
إعطائنا الفرصة والرعاية والمنح في سبيل خدمة الوطن ورد الجميل. نعم دكتورة سناء، كيف يؤهل هذا التخصص الطالب بعد التخرج ولي الحياة بشكل عام؟ يمكن القول أن البرنامج يؤهل الطالب بطريقتين أو على مستويين اثنين. المستوى الأول هو المعرفي والنظري، فالبرنامج في نفس الوقت يوسع ويعمق معرفة الطلبة باللغويات والترجمة، ويزودهم بالأدوات المعرفية الضرورية للبحث في الإشكاليات المرتبطة باللغة والترجمة بصفة عامة، سواء كانت إشكاليات منهجية أو نظرية أو ثقافية أو أخلاقية أيضا. كما أنه ينمي التفكير النقدي لديهم والقدرة على التحليل النقدي، وهي مهارة ضرورية جدا ليس فقط في مجال العلم والمعرفة بل أيضا في الحياة بصفة عامة. المستوى الثاني هو المستوى العملي، وقد تطرقت إليه الأستاذة ندى. فطبعا يتكونون أو يتلقون تدريبا مكثفا في استعمال أبرز وأحدث التكنولوجيا في مجالي اللغويات والترجمة، كما أنهم يتدربون على كيفية تطبيق أو يكتسبون مهارة تطبيق المدارك والمعارف التي راكموها في البرنامج، تطبيقها في التدريس وفي البحث العلمي وفي التدريب أيضا. نعم يعني ندى دكتورة سناء ذكرت مجموعة من المهارات التي اكتسبها بإذن الله الطالب الذي يتخرج من جامعة الشارقة ومن هذا التخصص إن صح تعبيري، ولكن أنا أعتقد أن هناك مهارات يجب أن يمتلكها الشخص، وهذه المهارات تمكن هذا الطالب أن يعني يتخرج ويدرس ويفهم هذا التخصص أكثر. ما هي أبرز هذه المهارات؟ بالإضافة طبعاً للمتطلبات اللغوية ومتطلبات الكفاءة التي تفضلت الأستاذة دكتورة سناء بذكرها آنفاً، أرى من أبرز الصفات التي يجب أن يتحلى بها من يريد أن ينضم لهذا التخصص الصبر، الجد، الاجتهاد، المثابرة، حب القراءة، الشغف بالعلم والثقافة، والانفتاح على الآخر. وهذه الصفات يعني لا تقتصر فقط على من ينضم لبرنامج الدكتوراه، بل أراها مكونات أساسية في وصفة النجاح في حياة الإنسان. نعم تنظم جامعة الشارقة دكتورة يعني العديد والكثير من البرامج والأنشطة المصاحبة لهذه التخصصات والبرامج التي تقدم في الحقيقة في جامعة الشارقة. نتحدث عن أهمية المشاركة في هذه الأنشطة والفعاليات المختلفة بالنسبة للطلاب. طبعا هي من أحد عوامل أو مكونات وصفة النجاح في دراسات الدكتوراه، هي المثابرة والمطالعة والمعرفة، يعني العمل على القراءة، قراءة كل جديد. وهذا أيضا من متطلبات المشاركة في هذه الفعاليات، كي تشارك سواء بورقة بحثية أو بعرض يجب الاستعداد لذلك، يجب القيام ببحث لذلك. كما أن هذه الفعاليات تساعد وتعطي أو تخلق فرصة للطلبة لخلق شبكة من المعارف، يعني من المعارف كأشخاص، يعني يتعرفون على باحثين آخرين، يتعرفون على زملاء في برامج أخرى، وهذه شبكة تساعد أيضا على تطوير قدرة الطلبة على البحث وعلى النشر مع زملاء آخرين لهم. نعم تحرصين ندى على المشاركة في هذه الفعاليات التي تقام؟ إن توافرت الفرصة وكانت الظروف جدا مؤاتية، بالعكس يعني نحن من الناس المؤمنين بأهمية اقتناص الفرص. مثل هذه الفرص لا تمكننا فقط من مشاركة معارفنا مع الآخرين وتكوين علاقات اجتماعية معهم، ولكنها تمكننا أيضا من وضع دولتنا الحبيبة وإمارتنا الحبيبة على خارطة العالم، وتساعدنا نحن كطلبة في وضع بصمتنا على التخصص وإسهامنا في دفع عجلة التطور قدما بإذن الله. نعم دائما دكتورة يوم الطالب يفكر يدرس أي تخصص يفكر في مجالات العمل. نعم شو بالنسبة لمجالات العمل التي يعني يمكن أن يعمل بها أو فيها الطالب بعد التخرج؟
هي الحقيقة متعددة، فطبعا وكما قلت في البداية يمكن للطلبة المتخرجين أن يلتحقوا بالجامعات والمؤسسات البحثية للتدريس والبحث، ويمكنهم أيضا العمل كخبراء واستشاريين مع القطاع الخاص أو حتى مع مؤسسات الدولة. والجدير بالذكر هنا وبالعودة إلى موضوع العولمة وما صحبها من هيمنة للغة واحدة ألا وهي اللغة الإنجليزية، فإن المؤسسات ذات الصلة في العديد من الدول أصبحت تستقطب خبراء واستشاريين في اللغويات والترجمة، مهمتهم المساعدة على بلورة وسن سياسات لغوية تهدف ليس فقط لحماية اللغة الوطنية وتطويرها في الداخل، بل وأيضا لتدريس أو لتصدير اللغة الوطنية إلى الخارج، سواء من خلال إنشاء مراكز لتدريس اللغة أو من خلال برامج ممنهجة للترجمة. وهي كلها طبعا مجالات عمل جد مثيرة ومفيدة بالتأكيد للفرد وللمجتمع. نعم دكتورة سناء، أستاذة ندى، أنا سعيدة في الحقيقة بتواجدكم معنا اليوم في استديو صباح الشارقة. نتمنى لك كل التوفيق والنجاح. عزيزتي ما قصرتي، يعطيك العافية. شكرا لك. شكرا لك. حياكم الله. الله يحييك. الله يسلمكم ويعافيكم. إذا مشاهدينا كل الشكر والتقدير مرة أخرى للدكتورة سناء بن مسعود، أستاذ مساعد بقسم اللغات الأجنبية، وكذلك الشكر موصول للطالبة ندى محمد الحمادي وهي طالبة الدكتوراه في اللغويات والترجمة بجامعة الشارقة على هذا الحضور وهذه المعلومات القيمة والمفيدة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا، نلقاكم على خير غدا في نفس الموعد. تقبلوا تحياتي ومن طاقم العمل، مع السلامة. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.